حذاري أيها النرجسي من غضب المرأة الروحانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان في فيديو مزلزل. هذا الفيديو سوف يحبس الأنفاس، لأنني سوف أكشف فيه عن أسرار وخفايا غضب المرأة الروحانية. لماذا وكيف يحدث هذا الغضب؟ وما هي آثاره ونتائجه على من يغضبها، على النرجسي الخبيث؟ اليوم في هذا الفيديو سوف أفجر قنابل من العيار الثقيل لن يستطيع النرجسي أن يتحملها. لماذا؟ لأن أي نرجسي إذا شاهد هذا الفيديو فهو لن يجرؤ على إغضاب المرأة الروحانية، لأن عواقب هذا الغضب تفوق التصور. فيديو يجب مشاهدته حتى آخر ثانية لأنه جد مترابط. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى الخطير والحصري لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين السيكوباطيين والقوارض البشرية الشيطانية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إذا لم تكونوا قد اشتركتوا بعد، اشتركوا في هذه القناة التي تنقذ أرواحا. صلوا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فمرحبا بكم أحبائي. قبل البدء وكالعادة أذكر أنني وضعت تحت هذا الفيديو في خانة الوصف رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة. المرأة الروحانية أنا تحدثت عن صفاتها في هذا الفيديو. هي بتعريف مبسط بخلاصة امرأة خاصة نادرة لديها علاقة روحانية، أي هناك اتصال روحي بينها وبين عالم من عوالم الجن. هذه معلومة جد مهمة لأننا سوف نرتكز عليها حتى نفهم كيف يحدث غضب المرأة الروحانية. المرأة الروحانية هي امرأة هادئة، لا تتوتر بسهولة، لا تغضب بانفعالية، لا، هي دائما تكبح غضبها، تتركه لداخلها، لا تخرجه، لا تعبر عنه، وهذا ما يجعلها كثيرا تصاب بأمراض القولون العصبي عندما تغضب. هل يحدث لك هذا يا أختي العزيزة؟ أخبريني في خانة التعليق. النرجسي الخبيث فهو دائما يستفز شريكته، هو بطبيعة الحال قد لا يعرف أنها روحانية، ولهذا فهو يحاول أن يسيطر عليها، يتلاعب بها، يخونها. هو بخيل، هو متلاعب، يهددها، يظلمها، وهذا الظلم فهو يجعل المرأة الروحانية تحس بثلاث أحاسيس خطيرة جدا. هناك الغضب، الحزن، وثالث إحساس، إحساس مدمر، هو الحرقة. هل أحسست بالحرقة عندما يظلمك النرجسي؟ يا أختي العزيزة عبري عن معاناتك مع هذا الخبيث في خانة التعليق، منبر ضحايا النرجسي. المرأة الروحانية فهي في البداية تصبر لأنها تعتقد أن شريكها سوف يتغير، ولهذا فهي تكبح غضبها، تتعامل بالحسنى، ولو أنها بطبيعة الحال تكون حزينة فهي تكظم غضبها وغيظها لداخلها. ولكن للصبر حدود يا أختي العزيزة والمرأة الروحانية، فهي مهما كان صبرها فهي سوف تفقده. وهنا أريدكم أن تنتبهوا، لأن غضب المرأة الروحانية ليس كغضب إنسانة عادية، لا، لأننا سوف نرجع للتعريف. لديها أعوان من الجن. هناك المرأة الروحانية التقية
التي تستعين بأعوان جن هم مسلمون. وهناك المرأة الروحانية العاصية التي فعلت طاقتها الروحانية مع الجن الكافر. بالنسبة للمرأة الروحانية كيفما كانت من النوعين، فعندما تغضب فما الذي يحدث؟ هنا أريدكم أن تنتبهوا، لأنني سوف أكشف أسرارا لأول مرة على اليوتيوب صدقوني، ولهذا أريدكم الآن أن تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن تشاركوا هذا المقطع على أكبر نطاق، أن تضعوا لايك حتى ينتشر الفيديو، وأن تتركوا تعليقا، لأن الدقائق القادمة سوف تسمعونها لأول مرة. عندما تغضب المرأة الروحانية لدرجة الحرقة، فهنا أعوانها من الجن، فهم يهربون منها لأن غضبها لا يطاق، لأنها تكتم غضبها في الداخل، وبما أنها قد فعلت طاقتها، يا إما طاقة في الخير أو في الشر، فهذه الطاقة فهي تفوق التصور، مما يجعل الجميع يهرب منها. وأيضا الجن أعوانها يهربون منها، ولكن ما الذي يحدث؟ هم يحزنون، يغضبون على هذا الفراق بينهم وبين روح المرأة الروحانية، لأنني كما قلت هناك اتصال روحاني. عندما يغضبون فهم بطبيعة الحال سوف يهاجمون الشخص الذي أغضب المرأة الروحانية حتى بدون إرادتها، لأن المرأة الروحانية التقية الصالحة هي لا تريد الشر بالآخرين ولو آذوها، هي دائما تدعو معهم بالخير وترجو صلاحهم ولو كان النرجسي، ولكن أعوانها من الجن فهم يهاجمون الشخص الذي أغضبها. وهنا عليكم أن تنتبهوا، لأن العواقب تكون كارثية. ذلك الغضب الذي ينتقل من روح المرأة الروحانية للخارج فهو يركز على الشخص الذي أغضبها، ولو كان من أقرب المقربين، خصوصا إذا كان مقربا، لأن الصدمة تكون عميقة، وهنا الغضب يكون مدمرا. والنرجسي إذا كان زوجا أو إذا كان فردا من العائلة، زميلا في العمل، صديقا إلى آخره، فهو مقرب من المرأة الروحانية التي تثق في الشخص الذي هو في محيطها، ولكن عندما تغضب فالجن الذي يتحالف معها، الذي يحميها، الذي هو مرتبط بروحها، فهو سوف ينتقم بين قوسين من الشخص الذي أغاضها، الذي أغضبها، والذي هو النرجسي في هذه الحالة. إذا تصوروا معي عواقب هذا الغضب، لأن هذا الغضب ليس بشريا، ليس عاديا، غضب يتجاوز العقل والمنطق. العديد قد يقول كاتش نعمان هذه خرافات. هنا سوف أطلب من كل امرأة روحانية أن تنزل لخانة التعاليق وأن تنفي هذه الفكرة، أن هذه خرافات، هذه حقيقة يا سادة، والدليل في خانة التعاليق، ما عليكم سوى أن تروا التعليق والشهادات من عين المكان. غضب المرأة الروحانية يتجاوز أي وصف، كلما زاد غضبها، كلما زادت صدمتها، حزنها، خصوصا حرقتها، كلما زادت أسلحة أعوانها من الجن قساوة وخطورة، سواء الجن المسلم أو الكافر. الفرق هنا هو أن الجن المسلم فهو عندما يهاجم هذا الشخص النرجسي فهو فقط لكي يتصالح مع المرأة الروحانية، ولكن الجن الكافر عندما يهاجم
الشخص الذي أغضب المرأة الروحانية فهو يريد أن ينتقم للمرأة الروحانية، ولكن النتائج بالنسبة للحالتين تكون كارثية. ما الذي يبدأ في الحدوث؟ هنا النرجسي سوف تأتيه أحلام مفزعة مباشرة بعد غضب المرأة الروحانية. هنا أريد منك يا أختي العزيزة أن تنزلي لخانة التعليق وأن تخبريني كيف أنه بعد غضبك مباشرة، أي غضب شديد من شريكك النرجسي، فأنت لاحظت فزعه في المنام أنه يستيقظ في وسط الليل وهو مفزوع وهو عرقان وقد يبكي لأنها كوابيس. هذه الكوابيس فالآن تعرفين من أين تأتي يا أختي العزيزة. وبعد ذلك فالأمور فهي تتطور للأسوأ بالنسبة للنرجسي. هنا سوف تأتيه وساوس قهرية، هنا سوف يأتيه اكتئاب هو لا يعرف سببه، ولو أنه عادي ولكن هناك غمامة سوداء سوف ترافقه ما دمت غضبانة عليه. إذا كنت بطبيعة الحال روحانية وفعلت طاقتك الروحانية، إذا أردت أن تعرف كيف تفعلين هذه الطاقة فهذا هو الفيديو الذي عليك مشاهدته. هنا النرجسي فهو سوف يعاني، سوف يعاني في رزقه، سوف يعاني في ماله، في صحته، سوف يعاني من جميع النواحي ولا يعرف سبب هذا. هو يعتقد أن هناك مشاكل تأتيه هنا أو هناك من الحياة، من العمل إلى آخره، ولكن الشيء الذي لا يعرفه ولا يتوقعه هو أن كل ما يحدث له قد جاء من روح المرأة الروحانية عندما تجرح. ركزي في هذه الفكرة، هل أحسست بروحك تجرح؟ هذا الأمر لن تحس به سوى المرأة الروحانية أو الزوارية. هذا الجرح في روحك فهو بمثابة سلاح، قنبلة نووية تدمر الأخضر واليابس، تحطم النرجسي الظالم الخبيث الذي يحاول أن يسيطر عليك وهو لا يعرف أن الله معك، أن هناك قوى خفية تساندك وتجعلك أقوى منه بمئات المرات. هو لن يتخيل أبدا الصراع الذي يحدث داخلك عندما يحدث هذا الانفصال بينك وبين الجن الذي يحميك، الذي يتعاون معك. هو لن يستطيع أن يتخيل هذا، ولهذا فهو حتى ولو تصالح معك فهو سوف يعيد الكرة مرة ومرات، وهكذا فغضبك سوف يزيد من تأثيره عليه، لأن هذه الطاقة التي تعطينها إياه طاقة خطيرة، طاقة مدمرة، فهي تتراكم مع الوقت. الشيء الذي يجعل النرجسي يصاب بأمراض خطيرة قد تصل للسرطان. هل بالفعل أصيب شريكك النرجسي بنوع أو أنواع من السرطانات؟ أخبريني في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين والسيكوباتيين. إذن ما أتعس النرجسي عندما يغضب المرأة الروحانية، هذه المرأة المختارة من الله سبحانه وتعالى والذي سخر لها الجن لكي يحميها؟ نعم، هذه قدرة ربانية أعطاها لهذه المرأة النادرة، ولهذا فغضبها يكون ذا عواقب مأساوية خطيرة جدا. أؤكد، كيفما كانت هذه المرأة الروحانية، سواء كانت مرأة روحانية تقية أو عاصية، إذن حياة النرجسي سوف تتحول لجحيم، لدمار لم يتوقعه. طاقة خطيرة تنزل على الأخضر واليابس ولا تترك شيئا.
إذا غضبت المرأة الروحانية. فحذاري ثم حذاري أيها النرجسي الخبيث من غضب المرأة الروحانية، لأن جزاءك سوف يفوق كل تصور، لأنك مهما استسهلت هذه المرأة، مهما قللت من قيمتها، مهما حاولت إذلالها، فانتقامها سوف يكون أشد وأشد. ولو أنها هي لا تريد الانتقام، ولكن هناك قوى خفية سوف تنتقم لأجلها. إذن أنت تعرف ما الذي سوف يحدث لك، وبطبيعة الحال أنت أيها النرجسي تستحق كل هذا. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف. أيضا هناك رابط واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة، حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: هل أنت روحانية؟ هل غاضبت من النرجسي؟ وماذا كان مصيره؟ ما الذي حدث لهذا الخبيث جزاء على إغضابك؟ أجيبيني يا أختي العزيزة الآن وفورا أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين السيكوباتيين والقوارض البشرية الشيطانية. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم. إياكم والخروج من هذا الفيديو قبل النزول لخانة التعليق، والصلاة على حبيبنا أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكالعادة أحبائي، كونوا سعداء.